جايز مكملين معكم بهذا التوتوريال تبع الاردوينو، وخلينا لكم اليوم رح نتعلم عن السنتاكس تبع البروجرام او كيف بنكتب. بالاول خلينا نقول انه نحن بالحلقات اللي قبل تعلمنا كيف بننزل سوفت وير الاردوينو وكيف مقسم هذا السوفت وير بقلبه. اليوم رح نتعلم اكثر عن كيف بنكتب. بتعرفوا بالجرامر عندكم النقطة، عندكم البوان فيرجول، عندكم الفيرجول بنص الجملة، النقطة اللي بتقول آخر الجملة. اليوم رح نتعلم شو هن إذا بدنا نقول النقاط تبع أو القواعد تبع اللغة يلي بنكتبها كرمال نبرمج الأردوينو. خلينا نشوف. كرمال بس تنقدر نعرف شوي عن اللانجاج اكثر رح منفوت على الاردوينو مثل ما شايفين، رح ننقي بالفايل examples basics، رح نشوف شوي نقدر نحلل اكثر الاكزامبل اللي هو digital read serial. منشوف انه هيدا الكود مقسم لكذا اقسام. هلا اذا نحن بدنا اذا بدنا نقسمهم هيك بطريقه حلوه بكون عندي اربع اقسام. دونك عندي القسم الاول يلي هو اول كومنت، القسم الثاني، القسم الثالث، والقسم الرابع. اكيد رح نحكي عنهم بتفاصيل اكثر. خلينا نبلش باول قسم. دونك شو هو الكومنت؟ اذا عم تلاحظوا هون عندكم شيء غريب، سلاش مع نجمه، بيرجع نجمه مع سلاش، هيك يعني بتقلنا قصص غريبة. هون عندي دبل سلاش ورا بعضهم. دونك بالاردوينو بنحنا عم نكتب البروغرام تبعنا، اوقات كتير منعوز نكتب كومنتس، لانه اوقات كتير منعوز نترك مساج للشخص يلي رح يقرأ البروغرام، وللشخص يلي او لنحنا الفيوتشر اس يلي رح يرجعوا يلي رح نرجع نشوف البروغرام بعدين. مثلا مثل هون الشخص يلي كاتب هيدا البروغرام بالكومنتس تبعهم فسر لي كل شيء. دونك انا اذا بقرا بس الكومنتس تبعه انه هيدا البروجرام هو اسمه ديجيتال ريد سيريال، بيقرا على الانبوت بين نمبر 2 وبكبل لي الريزلتا على السيريال مونيتور تبعي. دونك هو فسر لي بهالباراجراف القصير والمقتضب شو بيعمل هيدا البروجرام. وكمان هون وقت تفسر لي شو يعني هي انت بوش بتن ايكوال 2، كمان فسر لي اياها فوق. هلا ليش الكومنتس نحن بحاجه؟ لانه مثل ما قلنا لكن لانه انا بدي افسر للفيوتشر مي ليش عم بكتب، ليش كتبت هيدا الكود. بكثير من الاوقات نحن بنرجع لهيدا الكود كاتبينه من زمان، يمكن نسينا شو بيعمل. وكمان اذا حدا غيرنا عم بيقرا الكود يقدر يفهم. هلا شو الفرق بين الكومنتس اللي هو دبل سلاش والكومنتس اللي هي سلاش اتوال بيرجع اتوال سلاش؟ الفرق انه الدو سلاش ورا بعضهم هي بتخليني اكتب كومنت على سطر واحد، بينما السلاش نجمة نجمة سلاش هي بتخليني اكتب باراجراف. كل شيء بيساع بين هون، يعني هون انا كل شيء بكتبه بيطلع هيك مثل ما شايفين بالجري او بالروز، بينما وحتى هون على هذا السطر كل شيء بكتبه. هلا اذا بحط انتر بكتب ببقى يطلع بالروز، بده يطلع بالاسود. دونك هون هو لازم يكتب له شيء يفهمه. بالكومنت في يكتب حيالنا شيء، اذا بتشوفوا هون واذا بعمل فيريفاي ما بيعمل ايرور، بينما اذا بكتب هون وبعمل فيريفاي بده يعمل ايرور مثل ما شفنا، ما بيفهم هيدا شو. دونك هون بدي اكتب له قصص هو يفهمه. هلا اذا بدي احكي كمان اكثر تفاصيل، في يقول انه الكومنتس او هيدي الساينز يعني هي دو سلاش وسلاش اتوال اتوال سلاش بتقول للاردوينو انه انت تجاهد شو بكتب انا بهيدا السطر او بهيدا الباراجراف، تجاهنهم وقتها بدك تعمل كومبايل. يعني اكشلي على الاي سي ما بينزل الكومنتس تبعنا، لانه الاي سي اخر همها انا شو عم بكتب وشو عم فسر، هي بدها لانجاج تتعرف هي كيف بدها تشتغل. دونك بهيدي الطريقه بس بتمشي لنا تنحنا نقريون ومش للاي سي. هلا اذا بدي احكي بهيدا السطر اللي هون، عم نشوف انه باول سطر بالبروجرام في شيء. اول شيء تعمل فيريفاي تروح هيدا من العرض. اوكي اذا بنشوف هون عم بيقول لي انت بوش بتن ايكوال تو. هلا يمكن اذا اول مره عم تقروها تحسوها غريبه، شو هي الانت وبوش بتن ايكوال تو كذا، انه شو عم بيصير. هلا اذا بدنا فينا نقرا التفسير تبعه للشخص اللي كاتب البروجرام، بيقول انه ديجيتال بن 2 هاز ا بوش بتن اتاتش تو ات. يعني فسر لنا هيدا الزلمه جراس على الكومنت اللي كتبه انه انا بدي احط بوش بتن على 2. هلا خليني اقول لكم شغله، الانت هو انتيجر
مختصر لانتيجر. انتيجر يعني انتيه بالفرنسي، يعني هو رقم كامل بلا فيرجول. دونك انا عم بقول له للاردوينو هون او عم بقول له للبروجرام تبعي انه بوش بتن هالكلمه الريبريزنت رقم، هذا الرقم هو انتيه، دونك ما في حتى ايجال 1.8 او ايجال 6 فيرجول شيء، لا هيدا رقم بلا فيرجول. دونك هون حطينا ايكوال تو، وهون عم بستعملها تدله على قلب الاردوينو على اي ديجيتال بين هي كونكتد. اذا كان بدي اعملها كونكت على انالوج بين كان بدي اقول مثلا A0 A1، بكره بنشوف كيف. بس هون انا على ديجيتال بين بقول بوش بتن ايكوال تو، دونك هون انا على تو حطيتها. هلا ما رح فوت بكل التفاصيل، بس خليني اقول لكم كمان اكيد استغربتوا وجود البوان فيرجول باخر السطر، يلي هو بيتكرر باخر كل سطر مثل ما عم بتشوفوا. دونك كمان البوان فيرجول هو سنتاكس كتير مهمه. صرنا معلمين حديث هلا الكومنتس. تاني وحده اذا بدكم بشكل اساسي هي البوان فيرجول. البوان فيرجول كيف النقطه باخر الجمله، البوان فيرجول هي النقطه باخر السطر بالنسبه للبروجرام تبعنا. هيدا البوان فيرجول بتقله للبروجرام انه نحن خلصنا البروجرام. مثلا اذا انا بشيل البوان فيرجول من هون وبعمل فيريفاي، هو بالنسبه لإله في مشكله لانه ما عندي شيء اسمه سيريال دوت برنت الان بتن ستيت وديلي 1، هيدا بالنسبه لإله كلها صارت جمله واحده. عشان هيك بيقول لي مثل ما شايفين بالايرور اكسبكتد انه حط بوان فيرجول قبل الديلي، لانه بالنسبه لإله الديلي بتبلش شيء ثاني. فبشكل اساسي كتير اشخاص بيواجهوا كتير مشاكل انه بينسوا بوان فيرجول شي محل وبتخبص. فلا لازم نضلنا متذكرين انه البوان فيرجول هي مثل النقطة باخر الجملة، كيف بس تكتبوا بتحطوا نقطة البوان فيرجول نفس الشيء. بدي انتقل كمان للبارانتيز. اذا ملاحظين انه مثلا اذا بحط الكورسور تبعي على اول البارانتيز بتضوي الثانية او بينعمل هيك مثل الكادراج على الثانية، مثلا اذا بحط هون بينعمل على الاولي. دونك اذا بنقي البارانتيز اللي بتسكر او اللي بتفتح على طول هو بيعمل لي سيلكت على الثانية. كمان كثير من الاشخاص بيقطعوا بهيدي المشاكل، بيفتحوا بارانتيز بينسوا يسكروها، فبيصيروا ضايعين اي بارانتيز بتسكر الثانية. هلا يمكن تستغلوا وتقولوا انه الكود هون 4-5 اسطر كيف بده يضيع، ما كل شيء واضح قدامه. صح، بس اوقات البروجرام تبعكم بيكون 1000 و2000 سطر، فكتير اوقات ايه بتضيعوا بالبارانتيزيت. كمان بدي اشرح عن شغله حلوه اللي هي الاكولاد. هون الاكولاد بتحدد باراجراف بكامله، يعني هيدي الاكولاد كمان نفس سيستم البارانتيز، بس ننقي اللي بتفتح بحط لها اللي بتسكر، بس ننقي اللي بتسكر بحط لها اللي بتفتح. هون كمان نفس السيستم تيقول لي انه وين بتخلص وين بتنتهي. كثير من الاشخاص بيصيروا يزيدوا قصص وفانكشنز بقلب السيت اب وبقلب اللوب وكمان بيضيعوا بالاكولات، فهيدي لازم ننتبه لها للمره اللي جايه. حابب اشرح شغله بشكل سريع. انتم شايفين الفويد سيت اب والفويد لوب، هول حكينا عنهم بالحلقه اللي قبله. قلنا نحن خليني اعمل فيريفاي بس تيروح الايرور من تحت. قلنا عنهم من قبل انه الفويد سيت اب هو القصص اللي بدي اكتبها تنعمل مره واحده بس، والفويد لوب هي بدها تضلها تنعاد. مثلا اكزامبل كتير سريع، هون انا بدي افتح كونكشن سيريال، فقلت له سيريال دوت بيجن، ها بدي اعملها مره واحده، ما انا معنى ارجع اعملها كل مره. بينما فويد لوب بحط القصص بدي اعيدهم كل مره، من غير المنطقي انه افتح سيريال كل ما بدي بقلب الفويد لوب، يعني ضلني عم بفتح سيريال افتح سيريال، خلص بفتح سيريال مره واحده. دونك هيدي الشغله لازم ننتبه لها، كمان كثير من الاشخاص بحطوها بالفويد لوب. بس عبالي اشرح شغله، شو يعني فويد سيت اب؟ شو يعني فويد لوب؟ رح اشرح اول شيء، شو هي الفويد؟ الفويد هي انه هيدي الفانكشن ما بترد لي فاليو. رح تستغرب وتقولوا شو انه معنى الفانكشنز؟ الفونكسيونات عادة بترد لي فاليوز وفي منهم ما بيردوا. دونك الفويد سيت اب والفويد لوب هن دو فونكسيون وراهم في اسطر واسطر من الكود اللي ما بتخلص، او حوالي تنقول مئات اسطر الكود، نحن بس ما نعيط لها، بنقلها فويد سيت اب وبنكتب بقلبها. هو بيرجع بيروح بنبش على الفويد سيت اب وبجيبها. دونك انا هون مثلا اذا بدي اعمل فونكسيون جديده في له مثلا فويد تيست، اعملها هيك تيست ما بتاخذ ولا اي بارامتر، بنشوفها بعدين، بفتح اكولاد وبسكر وخلص بعيش احلى عيشه. دونك انا هون مرت الجاي اذا بدي استعمل تيست بس بعيط لها لاسمها. دونك انا لانه بحط كل الديفينيسيون تبعي هون مطرح ما عم بكتب، هلا اكيد رح شيلها لانه
مش هيدا موضوعنا لهلا. هلا حابب اشرح كمان عن البن مود. هالبن مود كتير مهم، كتير من الاشخاص بينسوها. صح انه نحن على الاردوينو فينا نستعمل البن انبوت واوتبوت مظبوط، بس كمان لازم نحدد له اذا نحن عم نستعملها انبوت ولا عم نستعملها اوتبوت. دونك هون مثل ما شايفين بن مود يلي هي الفونكسيون يلي بتقله للاردوينو اذا انا عم بستعملها انبوت ولا اوتبوت، البوش بتن يلي هو رقمه 2 بتقول لي معقول تقولوا لي انه شو انا معنى ما كنت حطيت تو انبوت، انه ليه عملت فاريابل اسمها ان بوش بتن. صحيح بهيدا الاكزامبل الصغير، بس بكره اذا بروجرام 3000 سطر ومستعمل البوش بتن بكذا محل وكذا ميله وقررت اني غير من الدو حطه 5، بدها تكون كارثه الحياه اذا بدي اروح على كل وحده وغيرها. دونك عاده بنعمل جلوبال فاريابل يعني هي فاريابل بتكون فوق الفويد سطر، فوق كل العالم يعني كل الفانكشنز الجايين من بعدها بيقدروا يستعملوها، وساعتها وين ما بحط بوش بتن بيطلع لي هي الدو. لكن مثل ما شفنا بهذا التوتوريال كيف انه كل سطر بالاردوينو عاده بيخلص ببوان فيرجول، كيف عندي الكروشيه، كيف بحط كومنتس، اكيد مكملين بقصص اكثر. يمكن تحسوا اليوم يلي تعلمناه نوعا ما منه كثير مهم، بس هودي هن القواعد الاساسيه تنقدر نتعلم كرمال المره اللي جايه. واكيد بنهايه هيدي الحلقه بحب اشكر الراعي الرسمي لهيدا التوتوريال شركه سي بي الكترونيكس. فيكم تتواصلوا معنا ان كان عبر ويب سايت الشركه او عبر رقم التليفون، وفيكم كمان تتواصلوا معنا وتتركوا لنا اسئلتكم بالكومنت تحت هيدا الفيديو، وفيكم تتواصلوا معي انا شخصيا عبر التويتر اكاونت. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل.